هلا بنروح إلى هذه السيارة. نعم، بنعب بنعلق تريلة المي. وين تريلة المي؟ وين تريلة المي؟ تريلة المي لازم تكون هنيك، لازم تكون تريلة المي عليك هذيك. بنروح نجيب تريلة المي. أنا بدها شوية مي بس يلا عادي. هلا الموجود المي اللي فيها فشل، فيها فاضية هي. نعم فكرتها فل. طيب بروح نجيب مي عادي، ما خزان المي، خزان المي اتذكر جنب الخنزير بس اسمه موجود خزان. اه ده هو صح. هناك لا عالريل عالريل. ايوه هيك ايوه. هو بقى المي وين صار؟ هالطرف ولا هذاك الطرف؟ اتوقع هذا الطرف. تعرفوا ليش؟ لانه هذا شكله، انه هذا شكله مفتوح عندهم مشان ياكلوا، اما هذاك الطرف مسكر من الطرفين عشان يقدروا يشربوا مي براحتهم. ف90% مكان الشرب هو هون. شفتوا؟ هلا ضل بدنا ستري. وين تريل ستري صارت؟ اه ديك عند البقر. هلا ضل فيها شوية مي عشان نروح نبتل البقر شوي. هي منين في حيضل مي؟ ما راح يضل فيه عبة مي، بس راح حطها تعبي مي واروح، لانه اذا فصلت التريل لا بقدر اعبي مي. هي نقطة خبرناكم فيها يعني، انه اذا حطيتها هيك تعبئة فصلتها بتضل عم تعبي. نط الصوت ثمانية الصوت اكيد يعني. هلا بنجيب تريلة القش ونعبيها قش. قبل ما نعبيها قش اساسا نفضي الموجود فيها هون. هذا بده كمان قش. ليش ما طلع انه بدهم قش؟ معقول ستري فول؟ لا مو فول، ناقص. كانت مثل مقلتشي. اوه في بالتريلا لازم نقلب المخرج اتوقع حتى يزبط. تمام خلاص هي صار عندهم 20,000. يلا الوضع تمام تقريبا عند البقر. اه نزل انتاج الحيوانات كل 5 ساعات بينتج حيوان. نايس ممتاز. قد صار البقر كم بقرة اتوقع زادوا وحدة؟ لا والله استبدهم 4 ساعات يزيدوا وحدة. ممتاز يعني. انا توقعت انه ظلت تثبت على 23. قلت مصيبتي. انزل هات معلم عبيلي. والله اه صحيح انا نسيان شو ياكل خنزير اكله. والله نسيت. اه خلص تعال بس خلينا نشوف ايش كان ياكل خنزير. والله نسيان انا. اوف اه بياكل طحين كويس، قمح وفاصوليا. وهلا هلا امشي اهم شيء ال 35 اللي هو البريد والويت والكرون يعني القمح او الشعير. نايس تمام موجودات عندنا. ليش ما تحملت؟ في 25%. ليش ما تحملت هي؟ هلا صارت فل. تمام بنشغل خلاط هذا. ايوه هلا وين مكان تفريغ القش؟ يمكن هو هذا، يمكن هالمقابل، يمكن ان شاء الله ما نخذل. صار عندي خبرة بالموضوع. بنطلع هلا في عندهم هون 10,000 مي. ممتاز يعني بدهم كمان هنا شي 3 تريلات مي. بس هلا بنجيب وحدة كبيرة يعني اساسا احنا مستاجين بنبدلها على اكبر او نتركها ما في مشكلة نشوف شو يصير معنا. المهم بس بدهم اكل ظل صح؟ بس ظل بدهم اكل. طب خلينا نروح نجيب لهم بانه بس بدهم ويت وهايد بس نجيب لهم شوية اكل. روح اللي وين التريلا هذيك. التريلا اساسا في عليها تراكتور. ايوه لهون عندي 15
ألف، ومن هون عندي 580,000، وعندي هون 13,000، وهون عندي 14,000. طيب خلينا نعبي من كل الأنواع. أول شيء هذا، لأنه أنا عندي كل شيء بحط لهم من كل شيء، ما أطلب من نوع واحد. فهمتوا علي؟ هاي الفاصولية أول شيء، الفاصولية اللي هي هون. طلع هلا بحط هذا الويت، وش بدي كمان؟ شجر بيت، ما عندي سكر بيت ولا عندي بطاطا. خلاص بعدين انتوا بس نجيب واحدة من هذول اثنين. أو كمان صار يندار لورا. حلو والله، منزلين افكتات كتير، معناته بالتحديث اللعبة الجاي الجديد رح يكون فيها كتير اشياء جميلة. هنا قبح، عندي اكتر شي لعني البريد تركته لغير شي. اول مرة حطينا والله تروح كلها 580,000. خلينا نفضل التريلا كلها هون، يمكن والله التريلا الحمراء اكبر. ها اكبر، شوف شلون لها خزان من ورا. تمام. خلص 52,000. طيب تمام، كلها كل حال هو راح يعلفوا الخنزير كلها اذا ما في مشكلة. نعم، مات التراكتور، مات على خالص، ما بيمشي 20. حلو، بلشنا نحط لهم العلف. طبعا بده تقريبا دقيقتين ثلاثة حتى يتظبط الوضع. فخلينا نصف العربيات بشكل صحيح، بين ما يبين ما ايش قد صار عنا الانتاج، وبني الفيديو بس. ايش بخجي، ليش ما وقفت؟ هو ايش فوق ما بعرف، بس رح احاول افضي هون شوي، افضيها هون اشوف ليش هيك معلق. شكلها مقلتشي. يا والله يا شباب قلتشت، تركتور ما فيه حيل يمشي. يا الله. المهم هاي صفينا هذول التركتور، خلينا ننزل ونروح ننتظر الخنزير. صار معه لسه ما بين معه خلص بك الوقت. طيب على كل حال هات هاي الستري، ماكينة الستري ناخذها ونروح نحطها جنب جنب الستري. هي ثري خلص فول يا زلمة. كيف علمها الصفات مع المين؟ علق كلتش يا شباب، قلتش شوفير يا شباب، قلتش شوفير ما عاد ينط يا شباب. اللاعب قلتش ما بعرف صابه، ما عاد بنط، ما عاد بشيل، ما عاد يسوي اي شيء، ما بعرف. المهم قلتشنا شكلنا. طيب نترك هاي بنرجع لها بعدين. ايش ضل عنا؟ تنظيمهم اتوقع صار الوضع تمام. سنفضل
تريد عشان نغير المحصول. بنطلع الحيوانات لسه بدهم، يا الله ايش بدهم لسه؟ بدهم جريس، ما عندي جريس. بدهم شجر بيت، ما عندي بطاطا، ما عندي كرونت كرونت كرونت. ممكن في كرونت. اه كرونت 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 كرونت. خلاص كده اشتريهم. هاي تبعية الجريس، يا الله مخي كمان ما عاد يجمع بين تريلات. هاي تريلة جريس. طيب خلينا صفايون وعلق هذا الراس هون، انه هذا ما عليه شيء وشكله مطولي هذا. اهو بس هي ليش ما بركبات؟ ركب عمو. لا ما ركبت، هي قصة ما بعرف شو. المهم لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.